الرب يغلق ولا أحد يفتح، والرب يفتح ولا أحد يغلق. عزيزي المشاهد، لو ليك علاقة حقيقية بالرب يسوع لازم تبقى واثق، تبقى واثق ان الرب هيقفل كل باب جاي منه أذى، كل باب جاي منه سلب، كل باب جاي منه خداع. لازم تبقى واثق ان الرب هيغلق هذه الابواب، ولا يستطيع احد ولا يستطيع ابليس ان يفتحها. لو ليك علاقة حقيقية بالرب يسوع تقدر تقول معايا دلوقتي باسم الرب يسوع، تغلق كل ابواب جاي منها اذى، تغلق كل ابواب جاي منها سلب، تغلق كل ابواب فيها خداع، سواء ابواب ليا او ابواب لاولادي. في ابواب لاولادي بتتفتح فيها اذى، تغلق باسم الرب يسوع. رب يغلق بيقفل الباب ولا احد يفتحه، والرب يفتح كمان، يقول لك يفتح ولا احد يغلق. وفي سفر الرؤيا في آية بتقول جعلت أمامك بابا مفتوحا. باسم الرب يسوع هذه الأيام الرب يفتح لينا أبواب الثمر الكثير. لو بتخدم الرب يسوع اعلن إيمانك وقول كده باسم الرب يسوع هذه الأيام الرب يفتح أبواب للثمر الكثير. رب يفتح أبواب للتعويض، تعويض عن وقت ضاع، تعويض عن خسائر. رب يفتح أبواب التعويض، ولا يستطيع أحد أن يغلق هذه الأبواب. ليك علاقة حقيقية بالرب يسوع تقول لي أقول لك إذن اعلن إيمانك الآن وقول تنفتح أمامي هذه الأيام أبواب متميزة للنجاح الغير عادي. وتعالى معي عزيزي المشاهد إلى سفر المزامير مزمور 106، أقرأ لك آية من هذا المزمور، آية رقم 15. أعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. أعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. الآية دي مهمة جدا جدا جدا. ليه بتقول لنا الآية دي؟ ما تطلبش من الرب طلب وتصر في هذا الطلب لو انت مش متأكد ان الطلب ده في مشيئة الرب. ليه؟ لان انا لو طلبت حاجة مش في مشيئة الرب وقعدت ألح يا رب انا عايز الحاجة دي، يا رب انا عايز الحاجة دي، الحاجة دي مش في مشيئة الرب، بس بطلب ان الرب يعمل الحاجة دي او يجيب لي الحاجة دي او يوديني المكان ده. اذا عملت كده الآية دي بتقول ايه؟ الرب هيجاوبني ويقول هدي لك الحاجة اللي انت عايزها، بس لان الحاجة دي اللي انت عايزها مش في مشيئتي هيصاحبها ايه؟ يقول لك هزالا في انفسهم. يعني يجي لهم هزال، يجي لهم اكتئاب كده، يجي لهم معنويات احباط. يعني تاخد الحاجة اللي انت طلبت الرب وقعدت تطلب لكن مش هتتمتع بيها. لنفسيتك أرسل الرب مع الأمر ده هزالا في النفس. أعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. اوعى تلح في طلب شيء غير متأكد أنه في مشيئة الرب. في حاجات واضح أنها في مشيئة الرب، يعني من الكتاب المقدس في حاجات واضحة أن دي مشيئة الرب. يعني مشيئة الرب لي النجاح أقول لك دي ما فيش شك فيها. ليه؟ في آيات تقول ان الرب بيدي نجاح للمؤمن، وان المؤمن اللي بيلهج في الكلمة بينجح، اي حاجة بيعملها بيبقى فيها نجاح. في آيات بتقول كده،
في آيات بتقول إن الرب بيحمي المؤمن لما أبقى في خطر وأطلب الحماية، يبقى دي طلب بحسب مشيئة الرب. زي الآية اللي بتقول يحفظك الرب من كل شر، يحفظ دخولك وخروجك. في حاجات واضحة 100% إن دي مشيئة الرب، إنما في حاجات مش واضحة إن دي مشيئة الرب. أعمل إيه بقى لما تبقى حاجة مش واضحة إن دي مشيئة الرب؟ أول حاجة أصلي يا رب أعلن لي مشيئتك، عشان أنا مش عايز ألح في طلب حاجة منك وهي مش في مشيئتك. لازم تقول لي مشيئتك إيه، لأني الكتاب المقدس مش هيقول لي ان انا اعيش في الحتة دي، نفسي اعيش في المكان ده، بس يمكن المكان ده مش من الرب. يبقى لازم في الاول اسأل الرب، هي انت عايزني اعيش في الشارع ده فعلا؟ قبل ما ابتدي بقى اصلي يا رب انا اديني ان انا اعيش في الحتة دي. تقول لي طب هعرف الاجابة ازاي؟ اقول لك في صلاتك وانت بتصلي. لو الحاجة دي فعلا في مشيئة الرب وبتقول له عايز اعرف مشيئتك، هيدي لك راحه، هيدي لك سلام. واحد يقول لي ما ممكن يكون السلام ده مني، اقول لك مش هيصمد لو منك، لو منك مش هيقعد. كل ما تصلي هيقل السلام، هيقل السلام لغايه ما يبقى فيه انزعاج. يبقى عرفت ان دي حاجه مش من الرب. حاجه اللي من الرب كل ما تطلب مشيئه الرب يدي لك سلام في قلبك وانت بتصلي. بس اوعى، بكرر اوعى تصر على شيء مش متأكد انه في مشيئة الرب. ليه؟ هتتحقق الآية دي معاك، ودي آية خطيرة، لانه بيقول لك الرب هيخليك تسكن في الحي ده اللي انت عايز تسكن فيه، او في الشارع ده اللي انت بتصلي من اجل انك تسكن فيه. لكن لانه مش في مشيئة الرب هيجي هزال في نفسك. اعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. باسم الرب يسوع لا نلح ولا نطلب من الرب بإلحاح من أجل أي أمر إحنا مش متأكدين أنه في مشيئته. تعال معي عزيزي المشاهد إلى سفر الرؤيا أصحاح 20، بنكمل التأمل في هذا الأصحاح الذي يتحدث عن نهاية النهاية، يعني نهاية الزمن، نهاية الأيام. يعني الأصحاح ده بيدخلنا على الحالة الأبدية، مش يبقى في الزمن اللي احنا فيه. في الحالة اللي فاتت قلنا كنا قرينا آية 11، ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه. ده اللي هيحكم على الخطاة ويحكم عليهم بأنهم إيه؟ بأنهم يطرحوا في بحيرة النار اللي هي جهنم. قلنا في الحلقة اللي فاتت أن مين الجالس على العرش ده اللي هيحكم على القضاء؟ مين اللي هيحكم على القضاء؟ ده الرب يسوع. واضح من آيات كثيرة في الكتاب المقدس أن الرب يسوع هو الذي سيكون جالسا على هذا العرش. يقول الكتاب هنا ثم رأيت عرشا عظيما أبيض. يبقى العرش ده ليه صفتين، انه عظيم وانه أبيض. ليه كام صفة؟ صفتين، عظيم وأبيض. ليه عظيم؟ لأنه عرش قوي، لأن أحكامه قاطعة وستنفذ، مفيش فرصة أبدا ان العرش الجالس على العرش يقول حكم وما يتنفذ. فعشان كده العرش نفسه عظيم. العظمة هنا بتتكلم عن القوة والقدرة، وان لا يستطيع احد ان يقاوم الاحكام. وابيض، تقولي طب ابيض؟ ابيض لاني الاحكام اللي هيحكم بها الرب على الخطاة هي احكام عادلة. لون الأبيض رمز للبر، بر يعني حاجة صح، يعني دي أحكام سليمة ما فيهاش أي ظلم على الإطلاق. عشان كده العرش لونه إيه؟ أبيض، يعني عرش قوي جدا، عرش إلهي وأبيض، يعني عادل تماما. وتلاحظ عزيزي المشاهد ان اللون الابيض في سفر الرؤيا ارتبط بالاحكام العادله. لما الرب جه يقضي مثلا على
الوحش ضد المسيح وعلى النبي الكذاب وعلى الجيوش اللي معاهم، وده حكم عادل، جه راكب على فرس لونه ايه؟ لونه ابيض. تقول لي ده في اصحاح كام؟ اقول لك ده في اصحاح 19، ونفس الشيء تجده في اصحاح الاصحاح اللي بيتكلم عن السحابة البيضاء اصحاح 14، يقول لك ثم نظرت واذا سحابة بيضاء، وهتلاقي برضو الحديث عن قضاء وحكم، يبقى سحابة بيضاء يقول كده، وعلى السحابة جالس الرب يسوع، دي في رؤيا 14، فرس ابيض وجالس عليه برضو الرب يسوع، وبعدين ده في رؤيا 19، وبعدين في رؤيا 20 عرش كرسي، يعني كرسي العرش ده اللي هو كرسي الملك الملوك بيملكوا وهم جالسين على كراسي الملك اللي هي العروش. ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، يبقى عندنا عرش أبيض جالس عليه الرب، عندنا سحابة بيضاء برضو عليها الرب، وعندنا فرس أبيض، ويبقى إذن اللون الأبيض بيتكلم عن العدل، وده عدل أن من هو الخاطئ؟ الخاطئ هو رفض رسالة الخلاص، اللي رفض يسلم حياته للرب يسوع، اللي رفض يستفيد من الكفارة اللي قدمت من أجله على الصليب. هو ده تعريف الخاطي. خاطي هو اللي عمل هذه الخطية، دي الخطية العظمى اللي هي خطية عدم الإيمان بالرب يسوع، رفض الخلاص، رفض الإنجيل، رفض الكفارة، رفض أن خطاياه تتغفر بالدم، ده هو الخاطي. الرب هيحكم عليه بانه يطرح لعذاب ايه؟ شهر شهرين؟ لا، عذاب ابدي، لاننا يقول لك نهارا وليلا الى ابد الابدين. فاذا ده عذاب ابدي، هيقعد الشيطان والوحش والنبي الكذاب ودول في هذا العذاب الابدي. ليه؟ سبب الأساسي أنهم رفضوا الخلاص، ما عندهمش خلاص، فهيتحكموا بسبب أعمالهم وأعمالهم فيها خطايا، ما عندهمش غفران لهذه الخطايا، ما أمنوش بالكفارة الوحيدة اللي تغفر الخطايا. ما هي الكفارة الوحيدة اللي تغفر الخطايا؟ الرسول يوحنا بيتكلم عن الرب يسوع، أقول وهو كفارة لخطايانا، مش خطايانا احنا بس، ده كل العالم، يعني دي الكفارة المقدمة لكل العالم. اللي يؤمن بهذه الكفارة ان الرب يسوع اتعاقب بداله واتعاقب على الخطايا اللي احنا اللي هو مش اللي الرب عملها، الرب بار وقدوس القديسين، لم يعرف الخطية ولم يفعل خطية ولم يوجد فيه خطية، انما تحمل عقاب خطايا الخطاة. اي خاطئ يؤمن بده بقلبه ويسلم حياته للرب يسوع ويقول يا رب انت مخلصي انت ملكي، الا يحصل خد الخلاص. يبقى اذا الرب هنا هيحكم عليه؟ لا، هيحكم على الخطاة. خطاة هم اللي هيطرحوا في جهنم في بحيرة النار والكبريت، وهيبقى حكم عادل لأنهم رفضوا الخلاص. عزيزي المشاهد، اوعى تكون رفضت كفارة الرب يسوع، لأن الموضوع مش بسيط، ده أبدية. يعني لو رفضت الخلاص، خلاص الرب يسوع المسيح، لو رفضت هذه الكفارة، ايه النتيجة؟ نتيجة عذاب أبدي. ده اللي بقوله أنا، لا أنا بقول لك اللي بتقوله كلمة الرب، اللي بيقوله الكتاب المقدس، إني لا يرفض خلاص الرب يسوع، اللي هيرفض الابن، لا يرفض الرب يسوع ابن الله الحي، لا يرفض الكفارة بتاعته الصليب بتاعه، إيه اللي هيحصل له؟ سيأتي إلى الدينونة، هيبقى ليه عذاب أبدي. طب واللي يؤمن بالرب يسوع واللي يقبل خلاص الرب يسوع
هي واضحة، لا يهلك لا يهلك لا يهلك كل من يؤمن به، تكون له الحياة الأبدية. لو أنت لحد النهاردة ما أمنتش بالرب يسوع أنه المخلص اللي مات من أجلك، عندك فرصة دلوقتي. ما تعرفش الفرصة دي هتيجي تاني ولا لا، أنت بتضمنش حياتك. اقبل الرب يسوع الآن، قل له يا رب أنت مت من أجلي وقمت، أنت حملت أسامي على الصليب، تعال للرب يسوع. والرب بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. لما تيجي للرب وتعترف له بخطاياك، أغسطينوس وصف الحالة دي لأنه مر فيها. أغسطينوس ده من القرن الخامس، وكان زاني وكان عنده علاقات وكان فيلسوف وماشي في الشر. إنما لما اعترف بخطاياه للرب يسوع وقبل الخلاص، يقول لك حس بسلام عميق، سلام ملاه. أنت يحصل لك كده. أي شخص، مش أغسطينوس بس بقى، أي شخص حاسس بالذنب يجي للرب يسوع ويعترف بخطاياه للرب، يقول له أنا زنيت وأنا 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 قتلت حتى، بس أنت اتحملت عقاب القتل والزنا والشتيمة والنجاسة، احتملت العقاب ده بدالي، أنت كفارة عني. أي حد هيجي للرب يسوع ويؤمن بقلبه هيجيله سلام 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 جواه، لأن خطاياه اتغفرت ولن يأتي إلى دينونة. مش هيروح جهنم، مش هيروح بحيرة النار والكبريت. ثم رأيت عرشا عظيما أبيض وجالس عليه، ده اللي هو الرب يسوع. في هنا بقى جملة نقف قدامها، الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لها موضع. هو قبل ما يشوف العرش شاف ايه؟ شاف القضاء على الشيطان. يقول لك إبليس طرح في بحيرة النار والكبريت، اللي كان قبل ده بحوالي بأكتر من 1000 سنة طرح الوحش والنبي الكذاب. بعد ما شاف إبليس خلاص هيتعذب في البحيرة دي نهارا وليلا، قال كده ثم رأيت عرشا عظيما أبيض وجالس عليه. خلي بالك بقى من الجملة الجاية، الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لها موضع. يبقى بعد إلقاء إبليس، بعد نهاية الملك الألفي وإلقاء إبليس وبحيرة النار والكبريت، وقبل ما الرب يقعد على العرش العظيم الأبيض ده عشان يحكم على الخطاة بأنهم يلقوا في بحيرة النار، هيحصل شيء هام جدا جدا جدا. ايه؟ هربت الارض والسماء، يعني الارض والسماء ما عادتش تبقى موجوده، هربت يعني اختفت. تقول لي السماء اختفت، يعني ايه السماء اختفت؟ اقول لك السماء معناها الهوى، ما ومعناها السماء دي ما تطلق على الغلاف الجوي الذي يحيط بالكرة الأرضية، تطلق كمان السماء دي على الحتة اللي فيها الشمس، النجوم، الحتة اللي فيها الكواكب اللي حوالين النجوم، كل ده اسمه السماء. كل ده مش هيبقى موجود قبل ما الرب يعمل الحكم بتاعه، قبل ما الرب يجلس على العرش ويحكم على الخطاة. وده اللي بتقوله اللي قاله حتى الرب، يعني الرب تحدث عن الموضوع ده في انجيل متى. يعني في انجيل متى الرب قال كده، قال ان كل النبوات سوف تتحقق قبل ما السماء تزول. قال كده انجيل متى اصحاح 5 في الموعظة العظيمة، الموعظة اللي تعرف الموعظة على الجبل، في آية رقم 18، إنجيل متى 5 آية رقم 18، بيقول إيه؟ الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض. يبقى إذا الأرض هتزول، تقول لي دي معقولة، يعني ده كوكب ممكن يتدمر،
إنما السماء تزول كمان. أقول لك آه، غلاف الجوي مع الأرض يبقى مش موجود، والحتة النجوم والكواكب دي تنتهي. فهنا الرب بيقول بكل وضوح إلى أن تزول السماء والأرض. يبقى إذن الرب في إنجيل متى قال إن السماء والأرض هتزول. يا إداء الآية دي تزول السماء والأرض، هي بطريقة تانية أو بكلمات أخرى، وهربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. يعني خلاص ما فيش أرض ما فيش سماء، يعني النجوم دي هربت وما راحتش حتة، يعني اتدمرت، والأرض هربت وما لهاش مكان ولم يوجد لها موضع. يبقى إيه؟ يبقى زالت. ده نفس اللي قاله الرب هنا، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة. نقطة، عارف زي في العربي الفتحة، اللي لما كلمة وعايزين نشكلها نحط فتحة وضمة ولا نقطة. لا يزول حرف واحد، يعني الحروف اليوناني حرف اليوتا ده حرف صغير وكده، الحرف ده لا يزول. يعني أي كلمة قالها الرب في الناموس أو في النبوات أو غير النبوات لازم تتحقق. يعني كل اللي قاله الرب لازم يتحقق أولا، ولما يتحقق يحصل إيه؟ السماء متبقاش موجودة. يبقى إذا نحن في رؤيا 20، احنا خلاص كل النبوات اللي جت في الكتاب المقدس، كل الحق اللي جه في الكتاب المقدس اتحقق كله. يعني الخطايا اتغفرت، كل حاجة. لما تتحقق كل حاجة يبقى ده وقت ايه؟ السماء تزول، الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. أرى لك آية كمان تؤكد زوال السماء، آية في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول، بيقول له أنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات، هي عمل يديك هي تبيد. عزيز المشاهد، اوعى تمسك في الأرض دي، الارض والسماء اللي فوق الارض هتزال. امسك في الرب، ما تمسكش في حاجات مش هتعيش، لان تبقى عارف ان الدنيا دي كلها في لحظة تختفي. طب وايه اللي يبقى؟ اللي يبقى علاقتك مع الرب الذي يصنع مشيئة الرب يثبت الى الابد. الى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب ثق في الدم، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5-9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريداً صوتياً أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.